تمام، نكمل يا شباب الجزء بتاع البروبورشن. احنا لسه في شابتر 9 اللي هو السامبلنج ديستريبيوشن، اللي سؤاله في الامتحان بيبقى وات از probability. خدنا الكيس بتاعت اكس والكيس بتاعت اكس بار، هنتكلم بقى على الكيس بتاعت البروبورشن. اللي هيعرفني في الامتحان ان ده سؤال بروبورشن، هلاقي كلمة بيرسنت او بيرسنتج او علامة البيرسنت دي، او يقول لي البروبورشن، او يقول لي الريت، او يقول لي 2 out of 5 مثلا. هنشوف examples كده دلوقتي عليها. بالنسبة لطلبة دكتور سوير، عشان ال true وال false، فعايزين نركز بس على شوية المعلومات دي. إن ال be had دي، ده يعني هي طريقة الحل زي ما احنا علينا اللي فات، وسهلة جدا. بس عايزين نقول إن ال be had بتبقى approximately normal لو ال n في b، يعني وكمان ال n في 1 minus b الاتنين بيكونوا greater than or equal 5. يبقى when n في b و n في 1 minus b الاثنين يكونوا greater than or equal 5، يبقى ساعتها بقول ان ال b hat ليها approximately normal. ال expectation بتاع ال b hat، او زي ما كنا بنقول ال mean بتاع ال b hat، هو ال b. وال variance بتاع ال b hat اللي هو السيجما سكوير بتاعت ال b hat هي b في 1 minus b على n. وبالتالي ال standard deviation احنا عارفين ان ال variance هي ال square، وال standard deviation هي الروت بتاع السيجما سكوير. فانا حطيت القانون بتاع السيجما سكوير اهو، بس اندر الروت. يبقى الفارينس بتاع البي هات والستاندرد ديفيجن بتاع البي هات مهمين. لو تفتكروا احنا خدنا اللي فاتت، خدنا السيجما اوف اكس بار اللي هي الستاندرد ديفيجن بتاعت الاكس بار، قلت لكم هي سيجما على روت الام. انا الستاندرد ديفيجن بتاع البروبورشن او بتاع البي هات هو ده. طيب خلينا نخش في اكزامبل عشان نشوف هنحل ازاي عليها. بيقول مش عارفة ايه، company print has a market share of 30%. شركة معينة ليها market share proportion، يعني نسبة. فتلاقي سؤال بيدور حوالين النسب. ال company دي ليها market share 30%. Suppose that 1000 consumers of the products are asked in a survey which brand they prefer. خدت عينة من 1000 consumer وسألتهم انتوا بتفضلوا انهي براند. What is the probability that more than 32% of the respondents say they prefer كذا؟ شركة معينة عملت زي سيرفي، فخدت 1000 واحد وقالت كم واحد بيبريفير الشركة دي. فهو بيسأل هل ايه احتمال ان يبقى اكتر من 32% يفضلوا الشركة دي؟ الشركة اصلا بتدعي ان الماركت شير بتاعها 30%. طيب هنا ما كانش جاب سيرة لسه. احنا طبعا عرفنا ان هي proportion عشان ال person، ده أول علامة. تاني علامة، مسألة proportion ما بيبقاش فيها variance ولا standard deviation، لأن الرول بتاع التحويلة ما فيهوش لا variance ولا standard deviation. يبقى الرول بتاع التحويلة ما فيهوش لا variance ولا standard deviation، فدي تاني حاجة بتعرفني إن أنا بسأل على proportion. وتحس من المسألة هو بيتكلم عن نسبة، فهو هنا بيقول إن نسبة الشركة دي الماركت شير بتاعها نسبته كذا، وهو بيقول إيه احتمال إنه في السيرفي يطلع أكتر من 32% بيفضلوا الشركة دي. كل دي مؤشرات ادتني إيحاء إن هي مسألة بروبورشن مش مسألة إكسبور زي اللي فاتت. طيب هو بيقول إنه الماركت شير 30%، فدي بتاعة البوبيوليشن لأنه ما جابش سيرة سامبل لسه. فهي دي البي، البي اللي هي بتاعت البوبيليشن، البي هات بتاعت السامبل. والان هو خد سامبل من 1000 واحد وعايز البي هات تبقى greater than ال 32. عايز العينة البروبورشن بتاعها يبقى greater than ال 32. طبعا أي حاجة في المية بحولها لكسر كده، فأنا عايز probability إن البي هات تبقى greater than ال 0.32. أحول البي هات لزد عن طريق التحويلة اللي هي بتاعتنا المرة دي، هتبقى b hat minus b على root b في 1 minus b على n. ده شكل التحويلة بتاعتي. طالما أنا نقصت هنا b، هي ال 0.32 نزلت أهي زي ما هي مقارنة، يعني b hat قدامها ال 0.32 أهو، minus b يبقى هنا برضو هنقص b اللي هي ال 30% على root b اللي هي 0.3 في 1 minus b، يعني 1 minus 0.3 على n اللي هي ب 1000. فالتحويلة دي سميتها زد، وبقت الزد greater than حسبتها على الكالكوليتر. طبعا رسمت الرسمة، greater than يعني ال area to the right اللي هي اللي بالأحمر دي، اتفقنا انه في ثلاث رسومات. لو greater than بعمل 1 minus، لو less than باخد من التيبل على طول، لو between رقمين باخدهم الرقمين من التيبل minus بعض.
فدي greater than فعملتها 1 minus. 1 minus ايه؟ minus الرقم عند ال 1.38 من الجدول. يعني رحت الجدول ودورت عند 1.38 والناتج عملت 1 minus الرقم ده. طيب مسألة تانية اهي، شايفين لو الستبس بتاعت الحل واحدة، اللي بيختلف شكل القانون فقط. بيقول a doctor claims that one third the undergraduate students will pass the exam. One third يعني تلت الطلبة هيعدوا الإكزام. To test his claim he take a random sample of 36 students. عشان اختبر الكلام ده صح ولا لأ، أخدت 36 طالب. What is the probability that more than 20 of them will pass the exam؟ احتمال إن أكتر من 20 منهم يعدي الإكزام. بالراحة بقى، الراجل ده بيدعي إن اللي هينجحوا أو اللي هيعدوا الإكزام 1 third، يعني الـ B الـ proportion نسبة اللي هيعدوا التلت. وخد random sample من 36، يعني الـ N بتاعتي ب 36. What is the probability that more than 20، يعني أكتر من 20 من الـ 36 يعدوا الإكزام؟ يبقى الـ B hat بتاعتي مش 6، مش 20 بس، لأ أنا بحولها لنسبة، فهي 20 من أصل كام؟ 20 من أصل 36، لازم أحولها نسبة. لما يدهني رقم بالطريقة دي لازم أحولها لنسبة، يبقى 20 over 36. يبقى أنا عايزة probability إن الـ B hat تبقى greater than 20 over 36. طبعا الـ B hat موازي ليها، 20 over 36 أهم. بحول بحط التحويلة minus B يبقى minus التلت على root B اللي هي 1 third في 1 minus B اللي هي 1 minus 1 third على ان اللي هي ب 36. طبعا التحويلة دي بسميها زد، يبقى انا عايزة probability ان الزد greater than، واحسب ده على الكالكوليتر 2.8. رسمت الرسمة، طالما greater than يبقى هعمل 1 minus، يبقى 1 minus الزد عند 2.81، يعني هروح في التيبل وادور عند 2.81، يبقى 1 minus الرقم اللي هيطلع لي من الجدول ده. كده بالنسبة للproportion. خليني أخش معاكم، وده كان شيء تاني برضو بعته لكم. في مسألة واحدة عايز نقراها برضو مع بعض، معلش. The professor claims that 2 out of 15 students fails in the exam. الراجل ده بيدعي إن 2 من كل 15 هيسقطوا في الامتحان. He take a random sample of 30، يعني الـ N بتاعتي بـ 30. What is the probability that less than 5 students will fail؟ احتمال إن أقل من 5 يسقطوا. لما الاقي 2 out of 15 او حاجه بالطريقه دي يبقى معناها proportion. طيب the professor claims that ان 2 out of 15، يعني الراجل ده بيدعي ان 2 من كل 15، يبقى النسبه بتاعتي بتاعت اللي بيسقطوا 2 على 15 دي بتاعت ال population لما ما جابش لسه سيره random sample. ولما خدت random sample من 30 احتمال ان اقل من 5 يسقطوا. احنا اتفقنا ما احطش البي هات رقم 5 كده بس، لا احوله لنسبه، يعني احتمال ان 5 من ال 30 فبقت 5 على ال 30 يسقطوا. يبقى انا عايزه probability ان البي هات تبقى اقل من 5 على ال 30. طبعا هعمل بقى امشي المساله زي ما احنا عملناها، البي هات ماينس بي على القانون بتاعها نفس الستبس بتاعتي. طبعا دي مساله لازم فبجيبها من التيبل على طول، ما بحتاجش اعمل 1 ماينس. انا دي بس اللي كنت عايزه ابص معاكم فيها. نكمل بقى على sampling distribution the difference between two means، دي الكيس الرابعة. يعني بصوا كده في بداية الشيت ده احنا بنقول ان انا عندي اربع حاجات او اربع تحويلات. اول two videos كانوا بيتكلموا على الاكس والاكس بار، والتاني اتكلمنا على proportion. دلوقتي هنتكلم عن the difference between two means برضو تحت نفس الشابتر. what is the probability، درس السؤال او يعني السؤال بتاعي بيبقى what is the probability، وبكون بسأل على مجموعتين واسألك احتمال ان مجموعة فيهم تكون اكبر من الثانية او المين بتاعها يكون اكبر من الثاني وهكذا. طبعا معاكم المثال الاساسي اللي محلول في الكتاب ده، مهم جدا. ومعانا برضو تعالوا نشوف اكزامبل كده كمان. ده بيقول a factory's worker productivity is normally distributed. One worker produces on average 75 units per day with a standard deviation of 20. عندي عامل بيشتغل في اليوم بينتج تقريبا 75 وحدة والستاندرد ديفيشن بتاعه 20. Another worker produces an average rate of
65 بير داي. الراجل الثاني وركر ثاني بينتج 65 واحد ده تقريبا في اليوم with the standard deviation of 21. What is the probability during one week اللي هو 5 working days worker 1 will outproduce worker 2. شوف بقى صيغة السؤال في حالة الديفرنس between two means بتكون مختلفة ازاي. صيغته بتكون انه بيسأل على مجموعتين او على شخصين وعايز يشوف ايه احتمال ان الشخص الاولاني، هنا بيسأل على شخصين ويقول ايه احتمال ان الشخص الاولاني يبقى البرودكتيفيتي بتاعته اعلى من الشخص الثاني. فتلاقي المسألة فيها اتنين مين واتنين ستاندرد ديفيجن وممكن كمان اتنين سامبل سايز مختلفين عن بعض. يبقى تاني بسأل على حاجتين وبشوف هل فيهم واحدة اعلى من التانية اه ولا لا. بس السؤال what is the probability غير سؤال الهايبوثيسيس تيستينج بيبقى مختلف، هنشوفه لما نوصل للهايبوثيسيس تيستينج. طيب تعالوا نطلع البيانات. انا عندي وركر واحد المين بتاعه on average يعني المين بتاع وركر واحد 75 وبتاع وركر اتنين 65، ستاندرد ديفيجن هنا 20 هنا 21. طب ايه احتمال ان انا لو خدتهم اسبوع يعني خمسه وركينج دايز، مش هي دي الان بتاعتي؟ What is the probability that during one week, five working days, worker one will outproduce worker two? احتمال انه لو خدت خمس ايام فالخمسه دي هي دي ال n بتاعتي. Worker one تبقى outproduce worker two. فانا عايزه probability ان x بار واحد تبقى greater than x بار اتنين. مسائل ال difference between two means اول ما ابتديها لازم اجيب دي الناحيه الثانيه، يعني هودي دي بالماينس. فيبقى probability x بار 1 ناقص x بار 2 greater than الزيرو. لازم أول خطوة أودي دي بس الناحية التانية عشان أحط بقى شكل التحويلة اللي إحنا هنبقى حافظينه ده. التحويلة بتاعتي عشان أحول دي لزد هي دي x بار 1 ناقص x بار 2 ودولت بعوض عنهم بزيرو، ما دولت قصادهم زيرو فدي قصادهم زيرو، ماينس ميو واحد ماينس ميو اتنين. فانا ارجع كده لاصل المسألة واشوف ميو واحد كانت بخمسة وسبعين وميو اتنين بخمسة وستين على الروت بتاع سيجما واحد سكوير اللي هي الستاندرد ديفيجن هنا بعشرين، يبقى عشرين سكوير على ان واحد بفايف زائد واحد وعشرين سكوير على فايف، مجرد بعوض عنهم في القانون. بس خد بالك ان دي على بعضها بعوض عنها بزيرو اللي هو كان هنا. طبعا التحويلة دي بسميها زد، يبقى أنا عايزة probability إن الزد greater than وهحسب دي على الكالكوليتر. أرسم الرسمة بتاعتي وأقول والله greater than يعني ال area to the right. ال greater than دايما بعمل لها 1 minus وأدور في الجدول عند ال negative 0.77 وشكرا خلصت المسألة. شايفين إن الشابتر بيمشي بسلاسة جدا لو فهمت بدايته هي الستبس واحدة. بشوف هو بيسأل على ايه، بحط التحويلة بكتبها زد برسم الرسمة بطلع من الجدول وشكرا نفس الستبس وعمالين نعيدها. A professor of state noticed that the markers in his courses are normally distributed. الراجل ده خد باله ان الدرجات بتاعته ليها normal distribution. He also noticed that his morning classes averages كذا with the standard deviation كذا. الراجل ده بيدي كلاسز الصبح لقى ان متوسط الدرجات بتاعتهم دي والستاندرد ديفيجن 12. On their finals his afternoon classes averages 77% with standard deviation كذا. في حين ان الكلاسات بتاعت بالليل ده الافرج الدرجات بتاعتها وده الستاندرد ديفيجن. مش عشان هي بيرسنت تبقى مساله بروبورشن، لا كمل المساله للاخر. ده الراجل ده عنده مجموعتين كل واحدة جايب الأفريج بتاعتها وجايب الستاندرد ديفيجن بتاعتها. What is the probability that the mean marker of four randomly students from morning classes لو أنا خدت أربعة من classes بتوع المورنينج is greater than the average markers of four random sample from afternoon students؟ احتمال لو خدت أربعة من دول وأربعة من دول الأفريج بتاع المورنينج يبقى أكتر من الأفريج بتاع الأفترنون. فأنا هنا بسأل على probability إن الإكسبورت اللي هم العينة بتاعت الصبح تبقى أكبر من متوسط درجات العينة بتاعت آخر النهار، يعني عايزة probability إكسبور واحد تبقى greater than إكسبور اتنين. طبعا هدخل دي الناحية التانية زي ما اتفقنا وديها بالنيجاتيف، يبقى إكسبور واحد ناقص إكسبور اتنين greater than الزيرو. أعمل التحويلة بتاعتي عشان أحولها لزد، ده بحط قصاده الزيرو ماينس الميو واحد ب 73
لما تبقى حاجة في المية لازم أحولها لكسر كده. ميو 2 77 يعني 0.77 على الروت سيجما 1 ب 12 يعني 0.12 على ان 1 اللي هي 4 زائد سيجما 2 اللي هي 0.10 على ال 4. 0.10 طبعا سكويرد. القانون ده هعوض عنه اسميه زد، يبقى زد جريتر ذان، ودي هحسبها على الكالكوليتر. طالما جريتر ذان اتفقنا هعمل 1 ماينس الرقم اللي هجيبه من الجدول. بس كده، ده كل حاجة في شابتر 9. أحب إن الدنيا تكون واضحة لي شوية. مهم إن احنا نبقى عارفين المين والفاريانس بتاع ده، بالنسبة لطلبة الدكتور سهير تحديدا، المين والفاريانس بتاع البروبورشن، والمين والفاريانس بتاع السامبل مين اللي هو بتاع الاكس بار، وبرده بتاع الديفرنس بتوين تو مينز. وشكرا. كنت عايزه اقول معلش حاجه اخيره، اتاكد في الامتحان الحاجه اللي هو مديها لك هي الستاندرد ديفيجن ولا الفارينس. احنا عارفين ان الستاندرد ديفيجن هو الروت او هو سيجما، لكن الفارينس هو سيجما سكوير. يبقى الفارينس سيجما سكوير والستاندرد ديفيجن سيجما. شوف هو مديك في المساله ايه، وشوف القانون اللي انت بتستخدمه ايه، لان اوقات يديك فارينس والقانون فيه سيجما مش سيجما سكوير، فتحتاج انك تحطها اندر الروت الاول. شكرا.